أما من ناصر ينصرنا؟ أما من مغيث يغيثنا؟ وازدادت المصائب على بني هاشم، وتتالت الأحداث عليهم، حتى صار الحسين عليه السلام وحيدا، ليس معه أحد سوى ابنه العليل وأخيه أبي الفضل العباس. وبان العطش في تلك الأكباد الحرة وعلى شفاه الأطفال والنساء، فلما اصطكت الأصوات وتناهت إلى مسامع أبي الفضل العباس، جاء وكله أمل بإحضار الماء. جاء إلى أبي عبد الله يستأذنه في الخروج إلى الميدان. أخي عباس، أنت حامل لوائي وعميد عسكري ومجمع عددي، فإذا مضيت يؤول جمعنا إلى الشتات وتنبعث عمارتنا إلى الخراب. سيدي، لقد ضاق صدري وعيل صبري وسئمت الحياة، وأريد أن أطلب بثأري من هؤلاء القوم. وبينما العباس مع أخيه الحسين عليه السلام، إذ ارتفعت أصوات النساء والأطفال من شدة الظمأ، فبكى الحسين عليه السلام وقال: أخي، إن كان ولا بد فاطلب لهؤلاء النساء والأطفال قليلا من الماء، فقد تفتتت أكبادهم من الظمأ. وما إن أراد العباس سلام الله عليه الخروج للميدان حتى أتته مهرولة حبيبته سكينة عطشا. عم يا أبا الفضل، قف لي قليلا، أنا سكينة. سكينة، ما بك يا قرة عيني؟ يا عم، أنت عازم الآن على الذهاب للمشرعة لطلب الماء، وهذا الأمر يطول، فخذني معك حتى أشرب الماء، فإني والله عطشانة. تصبري يا سكينة، فما هي إلا لحظات وأريد الماء. إذن لا تتأخر يا عم، فإني في انتظارك. قري عينا يا ابنتي. عندها ودع العباس أخاه وسكينة، وبقلبه صادق الإيمان خرج مرتديا لامته، حاملا قلبه على كفه، واعتلى صهوة المطهم، وتوجه ناحية المشرعة وفي قلبه عزم علي وبأسه. خرج قاصدا نهر العلقمي، نهر تجمعت حوله علوج أمية تنتظر البرق ليختطف آجالها. توجه وإذا الملاعين حول النهر، فخاطبهم ضرغام بني هاشم: يا عمر بن سعد، هذا الحسين بن بنت رسول الله يقول لكم إنكم قتلتم أصحابه وإخوته وبني عمه، وبقي فريدا مع أولاده وعياله وهم عطاشا، قد أحرق الظمأ قلوبهم، فاسقوهم شربة من الماء، لأن أولاده وأطفاله قد وصلوا إلى الهلاك. يا ابن أبي تراب، قل لأخيك لو كان كل وجه الأرض ماء وهو تحت أيدينا ما سقيناكم منه قطرة حتى تدخلوا في بيعة يزيد. حدر قمر هاشم على جيش العدا وصال رمح المنية وصارمة بتار الأجال، مثل الزلازل من حدر تسمع رعيده يتبختر مكيف ملاقى الموت عيده، حتم القضب سيفه وعزرائيل بيده، ضيق فضاها والعساكر شافت أهوال. يا نفس، من بعد الحسين هوني، وبعده
لا كنت أن تكوني. هذا الحسين وارد المنون، وتشربين بارد المعين. تالله ما هذا فعال دين، ولا فعال صادق اليقين. فألقى الماء من يديه وملأ القربة وحملها على عاتقه، وتوجه بها نحو المخيم، فقطعوا عليه الطريق وأحاطوا به من كل جانب ليمنعوا وصوله للخيام بالماء، فواجههم بقتال شرس. لا أرهب الموت إذ الموت زقى، حتى أوارى في المصاليت لقى. نفسي نفسي لسبط المصطفى الطهر وقى، إني أنا العباس أغدو بالسقى، ولا أخاف الموت يوم الملتقى. والله لئن وصل العباس إلى الحسين بالماء أفنوكم عن آخركم، فاهملوا عليه. فحمل الجيش على العباس حملة واحدة، وقاتلوه قتال رجل واحد، ودخله وفي أوساطهم خرج من أطرافهم، وأذاقهم حملات علي بن أبي طالب. ولكن ما لبث أن كمن له زيد بن الرقاد الجاني من خلفه، فضربه على يمينه فبرى. أيوا عباسا، فأخذ السيف بشماله وحمل على القوم وهو يقول: والله إن قطعتم يميني إني أحامي أبدا عن ديني وعن إمام صادق اليقين، نجل النبي الطاهر الأمين. يا نفس لا تخشي من الكفار، وأبشري برحمة الجبار، قد قطعوا ببغيهم يساري، فأصلهم يا رب حر النار. ما بكم؟ وماذا تنتظرون؟ أرشقوه بالسهام. وجاءت السهام تترى علي كأنها رش المطر، سهم في صدره، سهم في ظهره، سهم في عينه، وسهم أصاب القربة فأريق ماؤها، وإذا برجل ملعون من خلفه حاملا عمودا من حديد، فضربه على رأسه. أيوا عباسا، فخر صريعا وهو يقول: السلام عليك أبا عبد الله، أدركني يا ابن والدي. وسيدا، ولما رأى الحسين عليه السلام اللواء وقد سقط، أقبل إلى أخيه مسرعا، فرآه صريعا على الأرض، والعلم حوله مكسور، والقربة ممزقة. فلما أحس العباس أن أحدا بجانبه قال: أقسمت عليك يا هذا، إن كنت تريد قتلي فأمهلني حتى يأتي أخي وابن والدي، فأتودع منه ويتودع مني. أخي، الآن انكسر ظهري وقلت حيلتي، وشمت بي عدوي. ووضع الحسين يديه تحت ظهر أخيه، وهم أن يحمله للخيام فأبى. أقسمت عليك، إلا تركتني أموت مكاني، فإني قد وعدت سكينة بالماء، وأستحي أن أراها بيد جذاء صفراء. فوضع الحسين عليه السلام رأس أخيه في حجره،
فأعاده العباس للأرض. فقال له الحسين عليه السلام: لما تفعل هذا يا أخي؟ أنت الساعة تضع رأسي في حجرك، وبعد ساعة من يضع رأسك في حجره؟ فبكى العباس وبكى الحسين عليه السلام معه، وظلا كذلك حتى تدلت رقبة العباس وفاضت روحه الزكية. أيوا سيدا وعباسا، فاضت روحه إلى روح وريحان وجنة ورضوان. فصاح الحسين عليه السلام: وأخاه وعباسا. وعندها ودع الحسين أخاه ورجع المثكول حزينا باكيا، رجع يكفكف دموعه حزنا على الليث الضرغام. رجع وحيدا منكسرا، وإذا بسكينة في استقباله: أبتاه، هل لك علم بعمي العباس؟ يا ابنتي، إن عمك العباس قتلوه. أخي حسين، هل مضى العباس؟ هل مضى كفيلي وأخاه؟